يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا طلبت صرف 500 ريال من أحد الإخوة فلم أجد عنده إلا 450 ووعدني بالباقي في وقت آخر، فهل يجوز ذلك؟ لا، هذا صرف لازم أن يقبض كل من الطرفين حقه كاملا في المجلس، فما يصلح هذا تأخذ بعضه وتأجل الباقي إلى وقت آخر، أما أنه يصبر إلا ما تجيب له الحساب، وإلا أنك تروح لحد يصرف لك وتسدد له. نعم.